بعيدا بقى عن كرة القدم، ننتقل إلى كرة اليد. وبتقام اليوم السبت قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد المقرر أن تستضيفها تونس خلال فترة من 16 وحتى 26 يناير اللي جاي. وبتقام القرعة في تونس بمدينة رادس التونسية بحضور مسؤولي الاتحاد التونسي لكرة اليد وجامعة الرياضة. وبيواصل المنتخب الوطني لرجال كرة اليد تدريباته على فترتين صباحا ومساء تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الأسباني غارسيا بارنودو، وده استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية. وبتؤهل ان شاء الله البطوله ديت منتخبنا يا رب يتاهل من خلالها لاولمبياد طوكيو 2020، واللي ان شاء الله بيتاهل فيها الفائز بلقب الافريقي فقط للاولمبياد، بينما بتقود الفرق اصحاب المركز الثاني تصفيات الملحق الاولمبي مع منتخبات اسيا واوروبا وامريكا الجنوبيه اصحاب المركز الثاني من البطولات التابعه لكل قاره. احنا دلوقتي عندنا ثقه كبيره جدا وعاليه جدا في منتخبنا، مش بس الأول لكرة اليد بل منتخب الشباب والناشئين أيضا، فإن شاء الله لا مشاركتنا عندنا طموحات فيها كبيرة جدا. ومنتخب اليد من المنتخبات اللي لازم يكون عندنا فيها كده نقف ونتأمل ونفهم هي ليه المنظومة دي ناجحة. منتخب كرة اليد الأول لكرة القدم مش بس بيتجمعوا في التوقفات الدولية أو لما يكون فيه ماتشات مهمة أو في بطولة فيلا نستعد لها، هم بشكل أسبوعي حتى مع هم بيكونوا بيستعدوا مع انديتهم وبيتمرنوا مع انديتهم، لا كمان بيكون في تجمعات للمنتخب على مدار الاسبوع. فبالتالي علشان كده انت دايما بتشوف ان في تناغم في الملعب، انت بتشوف في عناصر جديده بيتم ضخها وقادره لما هي تشوفها لاول مره مع المنتخب انت عارف تشوف ان هي قادره تأدي وشكلهم كويس مع بعض، وده علشان بيكونوا على اسبوعيا بيتجمعوا اكتر من مره. فدي حاله استثنائيه بنشوفها مع منتخبنا لكره اليد، دايما ان شاء الله يكونوا ماشيين على النهج المميز اللي هما بيقدموه دوت، وهنكون دايما في انتظار منهم المزيد من البطولات وكل التقدير وكل التحيه وكل الدعم اليوم في الفترات اللي جايه. كمان احنا على اعتاب استضافه مصر لبطولة العالم أو كأس العالم لكرة اليد بإذن الله في الفترة اللي جاية، فأكيد استعداداتهم وتأهلهم بإذن الله لأولمبياد طوكيو يكون بفوزهم وتحقيقهم للقب كأس أمم أفريقيا لكرة اليد.